الأكيلة في كل مكان. أهلا بيكم وحلقة جديدة من السويس مدينة الأبطال. جربنا السي فود، هنجرب المشويات، هنجرب كمان الأكلة الشعبية الأولى في مصر، الفلوت طعمية. تعالوا نشوف السويسه بياكلوها ازاي. لما سالنا مين احسن مطعم او من احسن مطاعم فول وطعميه في السويس، فقال لك محمود رواش. تعال نعيش التجربه مع بعض ونشوف هل نفس الذوق في القاهره ولا السويس مختلف عن القاهره، ولا كل محافظه بتاكل الاكله الاولى بطريقه مختلفه. يلا. حاج محمود اهلا بيك. ايوه يا فندم. المحل متسمي على اسمك محمود الرواش. ايوه محمود الرواش. حضرتك اللي ابتديت الشغل ده الفول وطعميه ولا واخدها من حد؟ ابويا كان في ميدان الكساره. اوكي. في ميدان الكساره. ميدان الكساره هنا في السويس. في السويس. ده كان البدايه. ده البدايه. كانت عربيه ولا محل؟ محل. اه. خدت بالك؟ اوكي. وبعدين انا اشتريت ده من ربس. اه. كان بيبيع وربس. اه. دخلت في مزاد خدته. اه. ده سنة كام الكلام ده؟ بقى في حاجة بتاع 65 سنة. 65 سنة في المحل ده؟ في المحل ده. طب والمحل بتاع الكسارة لسه موجود ولا خلاص اتقفل؟ لا اتهد واتبنى عمارة. ما يعني مش موجود. لا مش موجود. فبقى عندك أنت دلوقتي ده المحل بس مش ده الأساس، الأساس اللي كان في الكسارة. كان في الكسارة. وكان اسمه برضه محمود الرواش ولا كان اسمه إيه؟ الحاج أحمد رواش. احمد رواش. اه. اللي هو والد حضرتك. اه مطعم رواش. طب يعني نقدر نقول انتوا ابتديتوا شغل الفول والطعميه من سنه كام؟ من ايام بابا. انا بدات مع ابويا من الحرب العالميه الثانيه. الحرب العالميه الثانيه يعني خلف 48 اخرها مثلا؟ اه. ولا في بدايتها في 45؟ كنت قاعد انا هنا. كنت موجود. كنت موجود انا هنا. ليه انت مواليد كام يا حاج ربنا يديك الصحه؟ انا 6 يناير 28. اه ده انت كنت شاب يعني. كنت عندك 20 سنة مثلا. كنت عندي 20 سنة. وكان الألمان هنا مع الإنجليز. الحرب كانت هنا في السويس. في السويس. طب أنت حضرت حرب الاستنزاف في السويس ولا نزحته لمدن تانية؟ لا حضرته. قعدته ما مشيتوش. كان معايا كارت إن أنا أقعد أنا هنا. فعلا. آه. وكنت اسمه تصريح تصريح انك تقعد في السويس. اهم حاجه في اي شغلانه هو الماتيريال اللي بتشتغل بيه. انت هنا في السويس متوفر لك انك تلاقي فول كويس وانك تلاقي خضره كويسه وإن ولا بتضطر تجيبها من حته تانية؟ انا بجيب من دشنه. الصعيد. بجيب الفول من دشنه. من دشنه. وتخزنه عندك؟ واخزنه عندي. بتشتري كل قد ايه يا حاج؟ بشتري من بجيبه من دشنه واديه منوف. ليه بقى؟ اكمره في بلد اسمها بريم. اه. منوف. اه. يجلس حاجة على منوف. اوكي. اخزنه في بلد اسمها بريم. اه. المعامله بتاعه اسمه محمد زيد. طب ليه تخزنه في الارض؟ عشان ما يخصمنيش اوس ما يخسرش. لما اعوز اروح اسحبه. هو الفول بيتخزن كده يا حاج؟ اول مرة اعرف المعلومه دي. لا بيتخزن في الارض. في ارض رمليه ولا طينيه؟ في ارض زراعيه. ارض زراعيه؟ وما ينبتش؟ لا لما تخزن في الارض جوه تحت ارض وتفضى عليه. مش في جنبنا ارض برضه ما عملش فيها. اوكي. ده حاجه ارض بيبقى ليها مواصفات معينه تقدر تخزن فيها الفول. دي تطلع رباني. ما يسويش وفي نفس الوقت ما ينبتش. ما يحصلش حاجه. دي معلومه انا اول مره اعرفها يا حاج. في فرق من عمل الفول ايام والدك لدلوقتي؟ هل في اختلاف حصل في طريقه تسويه الفول؟ هو مده ابويا كان في مستورد وبعدين مستورد قفل. يعني ايه مستورد؟ الحمام اللي بنسوي فيه. هو بياخدوا قدر بيعبوها بالنار. النهارده بنعمل بوتاجاز. اوكي على بوتاجاز. بتسوي على بوتاجاز؟ في ناس بيعملوها على فران. فران حطب وفران يعني بقى في القاهره. انا اعرف ان في ناس كان في هنا ابو سابق. اسمه بتاع الكراني. حمام الكراني.
منه يصور القدر للنار بتاعته ومنه بيحمي الناس بتستحمي فيه. اللي هو يستعمل السخون يعني انه يسخن المايه للحمامات. يسخن المايه للحمامات والنار تزرع القدر. تسويها. ودلوقتي بيتسوى ازاي؟ في غاز، ببوتاجاز. عادي بقى من على تحت. طب بس الطريقه الاولانيه يا حاج النار بتبقى محاوطه القدره. محاوطه. دلوقتي لا من البوتاجاز بس. طب بيتسوى بنفس الطريقه؟ زي طبيخ، زي اي حد القدره فوق البوتاجاز. وهي الدورانه بتاعت القدره هي اللي بتخلي النار يتوزع جواها. صح؟ ما احنا بنرمي قدره ميه. ونرجع عليها. لما نفوق بيخش سوا فبينزل ريم. بنوطي النار. بنوطي النار على قد ما قادر ايه ما احنا عايزين. طريقه عمل الفول بقى يعني الناس بتاكله بنفس الطريقه اللي كانت من ايام والدك ولا اتغيرت؟ والله في ناس كل بلد ليها اكل. في واحد من مصر ليه اكل، واحد من اسكندريه بيجي اكل، واحد من الصعيد ليه اكل. اللي بياكل ده بقى ما بنعرفهاش احنا بقى هو حياتي. يعني انا شايف حفيدك بيقول لي على فول بالبيض والسجق، في عندنا فول بالبيض والبسطرمه. ايوه ده اختراعات سويسي ولا دي ناس جت طلبتها كده؟ انتوا بقى بتعملوه؟ احنا كنا بنعمل حاجه اسمها كمان توربيد. توربيد في الحرب. ده في الحرب الضباط البحريه كان يجي ياكلوا مسرف كده فول على منه في بيض وبسطرمه فوق منه. ده اسمه توربيد. مسمينه على اسم البحريه. انا هدوقه ده انا لازم اكله النهارده. اصل في بيض وبسطرمه؟ لا ده بيض وبسطرمه ده حاجه، انما فول وبيض وبسطرمه ده التوربيد. اسمه توربيد بيسموه على البحريه. هم اختاروه كده. حلو ده. عم محمود انا بشكرك لوقتك ومجهودك ومعلوماتك الجميله دي، وهعيش انا تجربتي بقى ايه مع اطباقك اللذيذه. ربنا يديك طول العمر يا رب. ده مطعم شعبي ولا اكل شعبي في مطعم هنحدد بعدين، بس طريقه التقديم تعلى شويه عن المطاعم الشعبيه شويه. هنبتدي بالمسقعه، وهي في مصر كلها المسقعه اللي في المطاعم الشعبيه بقت تتعمل بالبطاطس، يعني بتنجان وبطاطس. بتنجان مقلي وبطاطس مقليه ومعمول بصلصه. طبعا كل الكلام ده لازم يتاكل بالعيش، بس انا عشان اكل عيش في كل ده هموت. تحفه. هما هنا عاملينها لي من غير فلفل حامي، بس هما عامه بيحطوا الفلفل الحراق. طعمها تحفه. طيب نيجي للشكشوكه بقى اللي هو بيض وبصل وطماطم. فلفل اسود باين قوي. مش عارف هتفهموني ولا لا. الطعم شيك. الطعم مش اللي هو الاكل قوم واقلب، لا الطعم شيك، طعم حاسس كده انه متكلف. طيب هسيب الجبنه الرومي اخر حاجه عشان تبقى بردت شويه. طبعا البتنجانه دي بالخلطه بتاعتها المفروض تتحط في لقمه وتتاكل، بس يعني زي ما بقول انا بحاول اتفادى العيش عشان الدور الثاني لازم اكل فيه عيش. ندوق الطعميه. رفع الطعميه يخليها تتقلي وتبقى كرانشي، تبقى مقرمشه. دايما عيب الطعميه التخينه ان قلبها بيبقى نايم. دي عاملينها مقرصينها كبيره ورفيعه فطالعه مقرمشه ومستويه حلو. طيب هنا هضطر اعمل اكسبشن، هاخد حته عيش صغيره قوي لان الحقيقه الحاجات المعروضه قدامي مغريه جدا. هاخد باقي قرص الطعميه اللي انا اكلته
هحط جواه الطحينه بتاعتهم اللي قريبه قوي لطحينه السمك، مش طحينه الفول والطعميه. ما بيعملوها طحينه تقيله. اوكي؟ وتحط عليها ترانشة طماطم وترانشة بصل. هو كده يا جماعه الاكل المزاج كده. ترانشة بصل. لا هشيل ترانشة البصل، اقول لك ليه بقى. هحط جرجير. وبعدين اخد البصل الاخضر في ايدي. هاخد قطمه وبعدين بصل. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ولا تقول لي ولا لحمه ولا فراخ، هو ده الاكل. هنسيب ده على جنب، ناكله ما بين الاطباق، وندوق بقى موضوع الجبنه المقليه ده. وانا مش عارف ده موجود في كل مطاعم الفول والطعميه في السويس ولا بس هنا، مش متاكد من المعلومه. ولكن اللي اعرفه ان مطاعم الفول والطعميه في مصر عاده ما بتعملش جبنه رومي مقليه، فدي حاجه يعني نادرا ما تشوفها في محل فول وطعميه. نقطع دي. هي ما تقطعش. اوكي خلاص خلينا كده. لو انا مش غلطان دي متاخده من الفكره اليوناني، الجبنه الرومي المقليه اللي هي بتهيألي اسمها ساخاناكيس، مش متاكد، بتهيألي كده اسمها كده. هي بتبقى جبنه مقليه حاجه قريبه من الرومي. هي الفكره جريجي، الفكره يوناني، بس بتنفذها بالجبنه الرومي بتاعتنا المصري. تحفه. فاهم. نخش بقى على الفول. فقرة الفول بقى أربع أنواع فول، وعنده أنواع تانية. فول بالبيض بالبسطرمة، فول بالبيض بسجق اسكندراني، فول بالسمنة البلدي اللي أنتوا شفتوا العلبة بتتفتح، وفول بالصلصة. فول بالصلصة عادة بيبقى حامي، هو عملهولي مش حامي عشان أعرف أكله. طيب هنبتدي بحاجة الوحيدة مش متحققة، هي الفول اللي بالسمنة. فنحط عليه كده شوية فلفل، شوية ملح. ملح وفلفل، ممكن نحط ليمون، بس انا بيتهيألي طعم الليمون مع طعم السمنه يضيع يبوظه. يعني ما ندوق. يعني انا بيتهيألي انت تاكل طبق الفول ده وتنام، ما ينفعش اي حاجه جنبه يعني. ندخل بقى على اللي بالصلصه. واضح ان هو كله معمول بال كله معمول بالسمنة يعني. ابويا الله يرحمه كان بيحبه قوي ده، بالطماطم والطماطم والبصل والصلصة. طيب نيجي بقى لده. طبعا واضح ان الطبق ناقصه حتة وهما بيظبطوا، ما كنتش قادر امسك نفسي يعني. فول بالبيض بالسجق الاسكندراني. يعني انا بيتهيألي ان ده ما يتاكلش في الفطار، ما ينفعش يعني، هو غدا. بعدين
فول بالبيض بالبسطرمة. كل طعم من دول اختراع او افتكاسه، سواء معموله من قبل كده وبتتنفذ هنا بمستوى احترافي حلو قوي، سواء هم اللي اخترعوها، مش هنخش في النقاش ده يعني. ولكن ان انت يبقى عندك بتاع 10 انواع فوق مختلفه، من البيض بالبسطرمه بالفول، من السجق بالبيض بالفول، من ساعات يعمل لك فول بالبيض بالسجق والبسطرمه، من الفول بالزيت بانواعه، زيت حار زيت عادي، من الفول بالصلصه، من الفول بالسمنه، عندك اختيار كبير قوي من الفول غير بقيه الاطباق تاكل منها. الاسعار بتبتدي من الفول اللي بالزيت ب 6 جنيه لحد 15 جنيه اللي هو بالبسطرمه وبالسجق. بالبيض وبسطرمه، وعندك بيض بالبسطرمه بس، وعندك سجق بالبيض بس، يعني عندك تشكيله تاكل منها افطار وغدا وعشاء زي ما انت عايز، يعني لو عايز تعيش عنده هتعيش. مستوى الاسعار ما اقدرش اقارنه بباقي المطاعم الشعبيه بتاعت الفول وطعميه في السويس لاني ما اعرفش، ولكن اقدر اقول ان هو يعني تعتبر اسعار عاديه بالنسبه للي بيتقدم. عندك حاجه تانية مهمه قوي وهو المقابله والشباب اللي بيشتغل وحركين ودمهم خفيف وفاهم اللي هو المصري اللي بيحب هو بيعمل ايه. فانت قاعد مبسوط، ثلاث ارباع الزباين اللي حضروا وانا بصور على الاقل يعني شباب من الاولاد والبنات جايين غالبا مدارس جامعات جايين ياكلوا وراحين تاني. اللي اعرفه ان المحل هنا الساعه 7 الصبح ما تقدرش تدخله من الزحمه، بقى الناس بتاخد فطارها واكلها وهم رايحين الشغل، وواضح بقى النجاح جاي منين، مفيش حاجه بتيجي بالصدفه يعني. بتتكلم ناس بتشتغل من الاربعينات من القرن الماضي، بيشتغلوا وبيورثوا جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، حاجه يعني مش يعني عيب ان انا اقيم، يعني ما ينفعش ان انا اقيم. ناس جميله قوي فاهمه شغلها كويس قوي، وارجو ان احنا نكون اتوفقنا في ان احنا ننقل الطعم ده والتجربه دي من محل او اشهر واحد من اشهر محلات الفول والطعميه في السويس. نشوفكم في حلقه تانية، وانا بامانه هدخل على الفول ابو سجق وبيض.